الفترة دي طبعا في صيام وفي سحور وفي حاجات جميلة قوي في رمضان، فانت لو بتتسحر فول وطعمية لازم تعمل لايك وروني عدد اللايكات قد ايه. معاكم جرجس البولدوزر، ويلا بينا ناخد فكرة عن المكان. في رمضان والجو والصيام بتاعك كده اهو، فلازم تاكل وتجرب الفول والطعمية، الاكلة البسيطة بتاعتنا، علشان تجربها بالطعم المختلف اللي اتحداك ان انت لو جربتها لازم تيجي تاني مخصوص عند مرزوقة ادم. كل ده تقدر تتسحر وتفطر. الطواجن المختلفة والفريدة من نوعها كمان يا جماعة، عندك كده فول بالبيض، عندك الشكشوكة بتاعتنا، وعندك الشيبسي والبتنجان المخلل والبتنجان المقلي، وكل اللي انت عايزه هتلاقيه موجود. فمش هقولك لو بتحب الطعمية لازم تعمل لايك، لان انت كده كده هتعمل لايك، لان كلنا بنحب الطعمية كمصريين. عايز اقولك بقى يا باشا كده ان احنا دخلنا المكان اللي بيتقدم فيه الحاجات اللي اتحداك انك تلاقي الطعم ده في اي حته بره. يعني هنا عندك كده الشكشوكة، وفي كذا حاجة كده اهو برضو. الشيف بتاعنا الجميل ابو عبد هو اللي هيوضح لنا بقى. ففي حاجات مميزه احنا مميزين بقى كمطعم مرزوق. زي حضرتك ده طاجن فول، ده طاجن فول، ده طاجن فول مرزوق، فول مرزوق ماشي، عباره عن خلطه اسكندراني مخصوصه لنا. ده كده طاجن مع العيش والسلطات بتاعته الكلام ده كله. ده كده بيطلع اسمه ايه الطاجن ده؟ ده طاجن بيت تركي. بيت تركي مميز بس في مطعم مرزوق. دي طبعا حبايه فول حراتي. فول صح، البلدي فيومي. فول بلدي فيومي ده احنا شغالين بيه بس مخصوص للمطعم. ما بتحطش عليه اي خلطه تاني. ماشي. من غير اي اضافات ولا اي تعديس. بص بقى عندك هنا اهو كده، عندك هنا الشكشوكه بتاعتنا. بص بقى ديت الشعبيه بتاعتنا. اتفضل حضرتك زي ما انت شايف برده بقى، عندك الطماطم، عندك فلفل الوان، عندك فلفل حامي، وعنده بهارات اللي انا شغال بيها. ده بقى طاجن ايه؟ طاجن فول بالبيض. طاجن فول بالبيض ده مطعم مرزوق مميز بيه. كل حاجه ليها طعم تاني، يعني مش هم من المطاعم اللي ليهم تتبيله خاصه ففي كل حاجه محطوطه، لا هنا كل حاجه لها طعم وتست مختلف تماما. حضرتك شارع المقطم شارع 9 بجوار سوبر ماركت غير زمان. ويلا بينا بقى ننزل كده بالسحور، وتعالى اما اجوعك بقى، بس اعذرني انا منزل الفيديو وانت وفاطر كده كده تمام. احنا هنتسحر مع بعض بالفول والطعميه والحاجات الجميله دي، فعايزك تعمل لايك لو بتشجع الحاجات البسيطه بتاعتنا اللي بتاكل بجد. هندخل على طاجن البيض التركي كده وندوق مع بعض ونجرب الطعم عامل ازاي. لا خطير يا جماعه وعجبني قوي وكمان مختلف. دي الشكشوكه العاديه بتاعتنا اللي احنا كلنا عارفينها، برده طعمها جميل وعجبني. وكمان الشكشوكه المقليه برده في طاسه صغيره كده اهو، شكلها جميل، طعمها مختلف خالص عن الشكشوكه العاديه. وبالنسبه للفول بقوطه، فالفول بقوطه هنا بقى يكسب. شفت فيلم فول الصين العظيم؟ الفول بقوطه ده تحس ان محمد هنيدي هو اللي عامله لك، طعمه جميل قوي يا جماعه. ده بقى بيض مسلوق مقلي، طعمه مختلف شويه لان انا اول مره اجرب البيض المسلوق المقلي فطعمه جميل. طاجن الفول بالبيض، وهنا يحلى الكلام يا معلم، هنا بقى الطاجن العاشق الى قلبي، فول بالبيض. جرب بقى كده ودوق يا معلم، طعمه حكايه. فول مرزوقه بيقول لك ان هو ميكس مختلف، خلطه مختلفه، مش عايزين يعرفوا حد. فبالنسبه للطعم فهو فعلا يا جماعه طعمه غريب قوي يا جماعه. بس اللي استغربته شويه الطعميه دي، بيقول لك اسمها عين كتكوت، فلما جربتها بالبيض المسلوق كده جواها لا طعمها جامد قوي يا جماعه. عارفين بقى الاكله اللي انا بحبها بجد؟ الطعميه والفول. جرب بقى اعمل ميكس كده، لقمه طعميه وفول، واضرب يا معلم وكله، بالذات الفول اللي عندهم حبيته حلوه وكبيره كده وطعمها جميل.